اسمي شمسة حسن مرداد، اليوم المقابلة للعنصر النسائي مرشحين الضباط. سعد بمقابلة لواء بن ثاني، شجعنا وحفزنا على المقابلة، ومن دخلت المقابلة صح اني كنت شوية متوترة وخف التوتر مع أسئلة المقابلة، والحمد لله متفائلة خير. شكرا شرطة دبي. مرزوق اسماعيل، انهيت مقابلة المرشحات للدورة الرابعة لأكاديمية شرطة دبي، وكان اللواء بن ثاني يستمع لآرائنا ويعطينا النصائح، وكانت المقابلة تجربة مفيدة ورائعة. شكرا لكم شرطة دبي.